السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله بعد ما خلصنا كل فحوصات الاكس راي اللي هي الكونفنشنال اللي هي الروتين العادي جدا، طبعا احنا كنا اثناء شرح البوزيشنز ما كناش بنتكلم كتير قوي عن العوامل، ووعدتكم ان احنا هنعمل ان شاء الله محاضرة مخصصة للعوامل اللي بنحتاجها في الاكس راي بالنسبة للجسم كله، وهنتكلم عن كل عضو بالتفصيل بنحتاج له عوامل قد ايه، والعوامل اللي هي الرينج المعدل بتاعها اللي ممكن تطلع عنها درجة او تنزل عنها درجة على حسب الحالة اللي قدامك. تمام؟ طبعا العوامل اللي احنا هنقدمها دي زي ما انا بقول لك كده، العوامل ده رينج متوسط. تمام؟ مع الناس اللي هم مثلا جسمهم متوسط فبتتعامل على العوامل اللي انا جايبها لك دي. لو واحد مثلا اوبيس شوية بترفع انت درجة او اتنين. لو عيان مثلا رفيع شوية بتقل انت درجة او اتنين. تمام؟ طبعا مع الاطفال بتقل شوية. بتقل درجة او اتنين مع الاطفال. تمام؟ من العوامل اللي انا جايبها لك. طيب. مبدئيا قبل كده طبعا لما بنيجي نتكلم عن العوامل، قبل كده لما كنا بنشتغل على الكاسيتات القديمه اللي هو التحميض بقى المانيوال والاوتوماتيك والكلام ده كله، ومع استخدام الكاسيتات الحساسه والكاسيتات اللي هي السريعه والكلام ده كله، في الحاله دي كنا بنحتاج ان احنا نخلي العوامل بالظبط تظبط عواملك بالظبط علشان خاطر الفيلم بتاعك والصوره بتاعتك تطلع حلوه على الاشعه بتاعتك زي ما انت عايز، لان الفيلم لمجرد انه خلاص اتحمض يا ينفع يا يترمي. تمام؟ انما دلوقتي انت بتاخد الصوره طبعا على الاجهزه الحديث طبعا على السي ار والدي ار، وطبعا مع الاوتوماتيك يعني مريح شويه على عكس المانيوال، مع السي ار والدي ار فطبعا مريحينك كتير. انت بتدي طبعا اي عوامل تقريبا، تمام، اي عوامل في رينج العوامل اللي احنا هنتكلم عنها، مش اي عوامل والسلام. يعني ما تجيش مثلا تدي بالنسبه للهاند، احنا مثلا كنا بنديها مثلا 50 5، ما تجيش تروح انت مدي الهاند مثلا 60 80، اكيد طبعا هتطلع هارد خالص ومفيش، مش هتشوف اي حاجه، هتبقى سودة. ليه؟ لان العضو كله صغير جدا يعني. تمام؟ فالنهارده ان شاء الله مع الاجهزه الحديثه اللي بقت منتشره جدا، محدش تقريبا بقى يشتغل اوتوماتيك او مانيوال غير قليل جدا. تمام؟ فطبعا مع الاجهزه الحديثه اللي هو السي ار والدي ار والكلام ده كله ريحونا كتير قوي من ناحيه العوامل. فانا هكلمك فرنج المعدل العوامل الطبيعيه اللي حتى كنا بنشتغل عليها على المانيوال والاوتوماتيك. تمام؟ والعوامل دي برضو مناسبة جدا على السي ار والدي ار، لكن زي ما قلت لك ده رينج، يعني لو جالك عيان اوبيز شوية فبتعلي له سنة. تمام؟ لو جالك عيان رفيع قوي بتقلل له سنة، ومع الاطفال طبعا بنقل شوية. تمام؟ طيب اول حاجة هنتكلم عنها طبعا هي فحوصات الابر ليمب او الابر اكستريميتي. بالنسبة للهاند الاي بي او البي اي طبعا بنديها كي في 50 ملي امبير سكند 5، الملي امبير بيكون 100. تمام؟ في الاوبليك بتعلي، بتخلي مثلا بتعلي الكي في درجه واحده، في الاوبليك بتعلي الكي في درجه واحده. تمام؟ الكي في بيبقى 51، الملي امبير سكند 5، الملي امبير زي ما هو 100. تمام؟ بالنسبه للريست طبعا بيبقى البي اي بتاعه او الاي بي بتاعه بيكون الكي في 52، الملي امبير سكند 5، والملي امبير 100. تمام؟ بالنسبه للليترال طبعا بنعلي زي ما اتفقنا، بنعلي الكي في بيبقى 53، الملي امبير سكند بيكون 6. تمام؟ والملي امبير زي ما هو 100. طبعا في ناس ما بتشتغلش بالملي امبير سكند، في ناس بتظبط الملي امبير وبتشتغل بالثواني او بالسكندز بس. تمام؟ فبالتالي طبعا ده هو خلاص فهمها على كده، لكن احنا افضل حاجه بنشتغل بيها هو الكي في والملي امبير سكند. تمام؟ بنثبت الملي امبير على 100 او الفوكس اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها، وبنخلي الكي في بتاعنا الرقم اللي احنا عايزينه، وبنشتغل بالملي امبير سكند. فبالنسبه للريست بي اي بنشتغل بالكي في 52، الملي امبير سكند 5، وفي اللاترال زي ما اتفقنا بنخلي الكي في 53 والملي امبير سكند 6. تمام؟ يعني في اللاترال دايما او في الاوبليك بتعلى درجه، لكن انت ليه بنعلى درجه؟ لان طبعا البي اي كثافه العضو نفسه او مثلا سمك العضو بيكون صغير، فبالتالي لما بخليه في اللاترال السمك كبر معايا، فبالتالي انا عايز كميه كيلو فولت وملي امبير. الكي في مسؤول عن الاختراق، مسؤول عن الاختراق بتاع العظام والسوفت تيشو، انما الملي امبير سكند مسؤول عن درجه سواد وبياض الفيلم. تمام؟ فبالتالي انا بعلى بالكي في علشان خاطر يخترق لي السمك اللي كبر معايا. تمام؟ وفي نفس الوقت بعلى بالملي امبير سكند عشان خاطر يسود لي الجزء اللي زاد معايا ده اللي انا اخترقته ده، وفي نفس الوقت ما يبقاش الجزء ده بما انه سميك يبقى ابيض معايا، فبالتالي بزود الملي امبير سكند عشان خاطر يخليه لي مناسب وصورته كويسه وزي الفل. تمام؟ بالنسبه للفور ارم طبعا الكي في بيكون 52 ملي امبير سكند 6 على ملي امبير 100. تمام؟ لما بنيجي نعمل اللاترال بتاع الفور ارم فبنخلي الكي في 53 ملي امبير سكند 7، والملي امبير بتاعي 100 زي ما هو. تمام؟ بالنسبه للالبو طبعا بالنسبه للاي بي بنعمل الكي في 52 ملي امبير سكند 7 والملي امبير 100. تمام؟ في حاله اللاترال بنخلي الكي في فقط بس 53.
تمام، مش اكتر من كده. بالنسبه للفور ارم، طبعا في حاله الفور ارم بنستخدم الباقي، لازم نستخدم الباقي وخصوصا مع الادلتس، تمام. بنستخدم الباقي طبعا، فبيبقى الكي في بقى على بقى بالكي في شويه، بخلي الكي في 60 عشان اخترق الباقي وعندي جريد ظبط لي الدنيا. الجريد دي بتبقى موجوده في الباقي، الجريد دي بتفلتر لي الاشعه، بتبعد لي كل الاشعه المبعثره، فبالتالي انا محتاج كميه اشعه عاليه تخترق الباقي وتخترق العظام بتاعتي، فتظهر لي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. فبدي كي في 60 الملي امبير سكند 20 على ملي امبير 200. قال له هو ايه الفرق دلوقتي بين الملي امبير 200 والملي امبير 100؟ انا لما اجي استخدم الباقي بحاول ان انا اعلى بالفوكس، بستخدم فوكس عاليه شويه او الفوكس الكبيره اللي بتخلي لي ان انا استخدم الباقي واخترق العظام الكبيره، تمام، وبتخلي لي تدوس كويسه. انما مع العظام الرفيعه اللي هي الاطراف والحاجات البسيطه دي، بستخدم ملي امبير 100 على الفوكس الصغيره اللي هي الملي امبير 100، فبالتالي مش محتاج كميه اشعه كبيره جدا يعني عشان اخترق صباع او هاند او ريست او حاجات بسيطه زي دي. انما انا لما اجي اخترق بقى حاجه كبيره زي الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي فيما بعد، بما فيهم الهيمرس طبعا والشولدر والشيست والحاجات دي كلها، فبحتاج فوكس كبيره، فبعلى بالملي امبير بخليها بالفوكس الاعلى من كده اللي هي ال 200 مع ملي امبير سكند طبعا 20، والكي في بيكون 60 باستخدام الباقي، تمام، باستخدام الباقي سواء بقى الاستاند او الترابيزه على ما انت بتصور، تمام. لما بنطلع فوق شويه عند الشولدر ده بقى فيه اكتر من عظمه معايا، بقى فيه الهيمرس وبقى فيه السكابولا وبقى فيه الكلافيكال وبقى فيه سوفتيشو اكتر، فبالتالي طبعا مع استخدام الباقي بيكون الكي في بتاعي 60 زي ما احنا، الملي امبير سكند بتكون 30، الملي امبير طبعا 200 زي ما احنا بالنسبه لايه للشولدر، تمام. بعد كده بننتقل على فحوصات اللور اكستريميتي، وطبعا ما تفرقش كتير قوي عن الابر اكستريميتي. فطبعا لما نيجي نصور الفوت طبعا نفس العوامل بتاعه الهاند، فبالتالي بعمل الكي في 50 ملي امبير سكند 5 الملي امبير 100. لما بنيجي نعمل الاوبليك زي الهاند بالظبط، فبعلي الكي في فقط درجه واحده، فبخلي الكي في 51 والملي امبير طبعا 5، الملي امبير طبعا الملي امبير سكند 5 والملي امبير 100 زي ما احنا، تمام. بالنسبه للانكل بخلي طبعا الكي في بتاعي 53، الملي امبير سكند 7، الملي امبير 100. لما باجي اعمل اللاترال طبعا المفروض ان الاي بي هو اللي كثافته اعلى شويه، فبالتالي لما اجي اعمل اللاترال بحاول اقلل، ها تمام، ولكن لو ما قللتش هي نفس الكثافه تقريبا، فبالتالي هتطلع لي الصوره كويسه جدا عشان خاطر ان انا بخلي الفيبولا والتيبيا فوق بعضهم، فبالتالي نفس العوامل بتكون مناسبه، فبخلي الكي في 53 ملي امبير سكند 7 والملي امبير 100، تمام، بالنسبه للايه للاي بي وبالنسبه لللاترال بالنسبه للانكل، تمام. بالنسبه للاكزيال طبعا بتاع الكالكينياس، فبنعلي الكي في شويه وبنعلي الملي امبير سكند شويه عشان خاطر العظم هنا بيكون كثافتها عاليه جدا، اللي هو عظمه الكعب اللي هي العقب يعني او بلغه ثانيه، فبالتالي طبعا بنعلى بالكي في شويه، بنخليها 55 ملي امبير سكند 10 على ملي امبير 100. وطبعا الصوره دي بتبقى اكزيال اوبليك بحيث ان انا اجيب الهيل كله او اجيب الكالكينياس كله زي ما حضراتكم شايفين بصوره كويسه جدا زي ما انتم شايفين. بالنسبه للساق طبعا بشتغل على كي في 55 ملي امبير سكند 10 والملي امبير بيكون 100. بالنسبه لللاترال بتاع الساق او الليج طبعا نفس العوامل، فبشتغل على كي في 55 ملي امبير سكند 10 الملي امبير 100 بالنسبه للايه لللاترال، تمام. بالنسبه للني بتشتغل طبعا على كي في 55 ملي امبير سكند 15 والملي امبير 100. لو انت عايز تشتغل بالباقي فبتعلي العوامل حاجه بسيطه، فبتخلي مثلا كي في 57 مثلا او 58 والملي امبير سكند بتخليها من 15 ل 20، والملي امبير بتاعتك بتخليها مثلا 100 او 200 على الفوكس الكبيره، فبالتالي بتظهر لك كويس جدا، تمام. بالنسبه لللاترال طبعا نفس العوامل ما بتغيرهاش، بتخلي الكي في 55 ملي امبير سكند 15 والملي امبير 100. طبعا انا بكلمك بالنسبه للعوامل، العوامل دي بتكون مناسبه لاجهزه السي ار والدي ار، تمام. لما بنطلع على الفيمر فوق فبيبقى ضروري جدا نستخدم الباقي زي ما عملنا في الهيمرس هناك، بيبقى ضروري هنا ان احنا نستخدم الباقي برضو. بنشتغل على كي في 60 ملي امبير سكند 20 او 25 على حسب الحاله اللي قدامك، والملي امبير بتاعك بيكون 200. بنشتغل طبعا على الفوكس الكبيره بحيث تظهر لي ويخترق السوفت تيشو بشكل كويس وتسود لي الصوره بحيث ان البون تظهر معايا بشكل كويس جدا، تمام. لما بنطلع فوق شويه بالنسبه للبلفيس طبعا بنستخدم الباقي، الكي في بتاعي بيكون 60 ملي امبير سكند بيكون 40 الملي امبير 300. بتعلى شويه لان هنا طبعا البون بقت كثافتها اعلى، كل ما بنتحرك فيه جوه الجسم فبيكون البون نفسها كثافتها اعلى، بيكون طبعا فيه سوفتيشو كتير جدا، لكن انا مديك عوامل حالات
سمباتيك حالات رفيعه جدا، يعني رفيعه وسط ما بين الرفيع قوي وما بين التخين. فبالتالي انت لو جالك حاله اكتر يعني كبير عن كده او اتخن من كده، فبتعلي الكي في بتخليه 65 او 70 الملي امبير سكند، ممكن تعلى بيه لحد 50 في الحالات التخينه في الحالات الاوبيز، تمام؟ والملي امبير بتاعك بتخليه 300 زي ما انت، تمام؟ او لو الحاله اوبيز قوي ممكن تعلى مثلا لحد 400، ده لو الجهاز اللي معاك مساعدك او فيه الامكانيات ان هو ممكن يوصل للملي امبير 400 او 500. طبعا في اجهزه بتوصل ل 630، تمام. بالنسبه للسكرو ايلك جوينت، طبعا احنا عارفين ان السكرو ايلك جوينت بنقابلك التيوب ناحيه اعلى، فطبعا بنستخدم الباقي الكي في بتاعي بيكون 60 ملي امبير سكند 40، ولو الحلقه اوبيس شويه فبتعلى انت بالملي امبير سكند بحيث تغمق لك المنطقه دي وتجيبها لك بشكل كويس زي ما انت شايف كده، ويجيب لك السكرو ايلك جوينت بشكل كويس. الملي امبير بتاعك طبعا بيكون 300، ولو الحلقه اوبيس زي ما اتفقنا ممكن تعلى اكتر من كده لو اوبيس قوي وتستاهل انك تعلى بالملي امبير، تمام. بعد كده بنخش على الفقرات، بعد ما خلصنا اللي هو الابر اكستريميتي واللور اكستريميتي هنخش على السباين والفرتبرا. طبعا بدايه هنشتغل على السيرفايكال، السيرفايكال طبعا لازم نستخدم الباقي الكي في بتاعي بيكون 60 ملي امبير سكند 30، الملي امبير بيكون 200، تمام. طبعا كل الشغل بالنسبه للفقرات بيكون على الفوكس الكبيره، فبالتالي بنشتغل على ملي امبير 200 وممكن 300 بالنسبه لللمبر، تمام. طبعا هنشوف ده دلوقتي. فبنشتغل طبعا كي في 60 ملي امبير سكند 30 والملي امبير 200. طبعا السيرفايكال لو هتعمل لها ايه ما تزيدش عن العوامل دي وما تقلش عنها، لو هتعمل لها ايه بالنسبه بقى لللاترال بالنسبه للدايناميك هو نفس العوامل دي، السيرفايكال كلها على بعضها نفس الحاجه، يعني سواء من قدام او من ورا نفس الكثافه تقريبا، فبالتالي بتظهر لك في كل البوزيشنز بنفس العوامل دي حلوه جدا مع استخدام الباقي، تمام. بالنسبه للدورسال سباين، طبعا في حاله ان الدورسال طبعا بنستخدم الباقي سواء الستاند او بتاع الترابيزه، بنستخدم الكي في 60 ملي امبير سكند بيكون من 30 ل 40 على حسب الحاله اللي قدامك، لان طبعا ما تعلاش قوي في السوراسك لان في هواء في كونتراست معاك اللي هو الهواء فبيخلي لك الاشعه شكلها كويسه، والشيست اصلا ما فيهوش سوفت تيشو كتير عشان خاطر تعليله العوامل، فبالتالي بنشتغل على كي في 60 ملي امبير سكند بيكون يعني من 30 ل 40 على حسب الحاله اللي قدامك. لو الحاله رفيعه قوي ادي 30 هيطلع معاك حلو جدا، ولو الحلقه اوبيز مثلا او تخينه فبتديها مثلا 40 بتطلع حلوه جدا. لو الحلقه اوبيز قوي بقى ممكن توصل ل 45 و50 عشان تجيب الاي بي بشكل كويس، تمام. لكن العوامل بتاعتك العادي الكي في 60 ملي امبير سكند بيكون من 30 ل 40 على حسب حجم الحاله اللي قدامك. الملي امبير طبعا بنشتغل على الفوكس الكبيره على 300، تمام. الدورسال سباين بالنسبه لللاترال طبعا بنستخدم الباقي الكي في بيكون 60 ما تزيدش عن كده، يعني بالنسبه لللاترال ما تزيدش عن 60 او 65، يعني لو زدت قوي وخلاص الحاله معاك كده هي 65 ما تزيدش عن كده. الملي امبير سكند بيكون من 40 ل 50 برضو على حسب الحاله اللي قدامك على ملي امبير 300. اللمبر سباين طبعا بتحتاج عوامل عاليه شويه، فبالتالي طبعا لازم يكون في استخدام للباقي الكي في بيكون 70 في الحالات المتوسطه 70، الملي امبير سكند بيكون 90، الملي امبير 300. لو الحاله اوبيس شويه بتعلى بالعوامل مثلا 80 ممكن الملي امبير سكند بيكون بتاع ده 100، الملي امبير طبعا 300 زي ما احنا، او ممكن تعلى لحد 400 و500 كمان، تمام. طيب بالنسبه لللاترال بتعلي 10 درجات كي في و10 درجات ملي امبير سكند، يعني ممكن في اللاترال بتخلي الكي في بتاعك 80 وبتخلي الملي امبير سكند بيكون 100. لو الحاله اوبيز قوي معاك ممكن تعلى بعوامل اكتر من كده بكتير، يعني ممكن تخلي الكي في ممكن يوصل معاك ل 90 في الحالات الاوبيز قوي لو ما ظهرتش معاك بالنسبه للعوامل القليله يعني. والملي امبير سكند طبعا بيكون بتحاول تعليه شويه ممكن يوصل معاك ل 125 و120 في الحالات الاوبيز، تمام. بعد ما خلصنا الابر اكستريميتي واللور اكستريميتي والفرتبرا طبعا هنخش بعد كده على السكال. السكال طبعا لازم جدا نستخدم الباقي الكي في بتاعك بالنسبه لكل البوزيشنز بالنسبه للسكال هي 60 وما تعلاش وما تقلش عن كده، تمام. بالنسبه طبعا للاطفال بتنزل خالص ممكن تنزل لحد 52 في الاطفال، بنعمل السكال على 52. الملي امبير سكند بالنسبه للادلتس بتكون 30، الاطفال طبعا ممكن توصل لحد مثلا 20 او 15 فبتبقى حلوه جدا مع الاطفال الصغيرين جدا يعني. اما الملي امبير طبعا على 200 وممكن توصل ل 300، ولكن في الجماجم الكبيره لما بتيجي تعمل سكال لحاله كبيره او وانت شايف ان السكال كثافتها عاليه فممكن تعلى بالملي امبير شويه لحد 300، تمام. يبقى الكي في بتاعك 60 ملي امبير سكند 30. مع الاطفال طبعا بتقل بالعوامل دي جامد، يعني مع الاطفال زي ما قلنا بتخلي العوامل بتاعتك 52 53 بكتير قوي. الملي امبير سكند اللي بيكون طبعا مع الاطفال من 15 ل 20، تمام، ما تزيدش عن كده.
حاجه واحده فقط في الاسقال هي اللي ممكن تنزل لها العوامل قوي. عواملها هي عوامل الهند، يعني الكي في بيكون 50 والملي امبير سكند 5 على ملي امبير 100، هي النيزل بون. النيزل بون عظمه صغيره جدا، يعني يمكن كثافتها اقل من كثافه الصباع نفسه، فبالتالي بنقلل لها العوامل، بنديها عوامل هند، فبتظهر معاك بشكل كويس جدا. بنديها كي في 50 ملي امبير سكند 5، الملي امبير بيكون 100 في حالات النيزل بون، وبناخدها لاترال بس، مره ناحيه اليمين ومره ناحيه الشمال. طبعا واحد هيقول لي طب احنا ليه ما نبقاش من ناحيه واحده وخلاص، اقول لك الناحيتين بيختلفوا عن بعض في الشكل، يعني شكلها في اليمين غير شكلها في الشمال، خصوصا لو كان في فراكشر. تمام، بننزل بعد كده على الشيست. طبعا الشيست لازم جدا نستخدم الباقي، حتى في الاطفال لو قدرت تستخدم الباقي استخدم الباقي، ولكن في الاطفال الصغيرين جدا اللي هم بيبقوا لسه يعني انفانتس صغيرين، فبالتالي بنشتغلهم عادي من غير باقي، فبتبقى ظاهره كويس جدا معاك. يعني ازيد من كده مثلا من سن مثلا 5 سنين فيما فوق اشتغل كله على الباقي، لان طبعا كل ما تستخدم الباقي في الشيست كل ما يكون الريزولوشن بتاعته احسن. فطبعا الكي في بنشتغله على 60 في الادلتس، 60 الملي امبير سكند بيكون 30 على ملي امبير 200. في الاطفال بندي عوامل الهند، في الاطفال الصغيرين اللي هو من سن سنه او من لسه حديث الولاده فيما فوق بنشتغل عوامل الهند، اللي هو الكي في بيكون 50 او 48 لو قدرت تقل عن 50، قل 48 او 49 او 50، والملي امبير سكند بتاعتك بتكون 5 والملي امبير طبعا 100، سواء بقى باستخدام الباقي او بدون استخدام الباقي. ادي العوامل صغيره جدا بالنسبه للاطفال الصغيرين تظهر معاك بشكل كويس جدا بالنسبه للشيست. تمام، طبعا لو هتعلى بالشيست لاترال، هو الشيست لاترال زيه زي او الشيست عموما بيبقى زيه زي الدورسال سباين، فبالتالي هنعلى بيها مثلا ممكن تعلي الكي في بتاعك يوصل ل 65 او 70 الكي في، والملي امبير سكند ممكن توصل معاك كام 40 او 50 بالنسبه لللاترال شيست. تمام، لما بنيجي نعمل الشيست بالنسبه للريبس، لما بنيجي نعمل الريبس طبعا بيكون لازم ضروري نستخدم الباقي. الكي في بتاعي بحاول اعلي قوه الاختراق بتاعتي عشان تظهر لي البون بشكل كويس. انا هنا بالنسبه للريبس عايز اظهر البون اكتر من اللانجز، فبالتالي بعلي الكي في فبتظهر لي البون بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. الملي امبير سكند طبعا هي بتخليها 30، ملي امبير 200. يبقى بالنسبه للريبس بعلى بالكي في شويه اللي هو من 60 ل 65. تمام، واحيانا لو الحاله اوبيز توصل معاك الكي في ل 70، لكن لو الحاله اوبيز طبعا بنعلي الملي امبير سكند بنوصله ل 40 عشان اجيب الريبس بشكل كويس. تمام، بعد كده بننتقل للابدومن. بالنسبه للابدومن طبعا لازم ضروري جدا نستخدم الباقي في كل الحالات، سواء في الاطفال او في غير الاطفال ضروري نستخدم الباقي عشان نشوف الريزوليوشن بشكل كويس، والاورجنز كنت تبقى منفصله عن بعضها ما يبقاش في اي ارتفاكتس ظاهره معاك في الصوره. الكي في طبعا بيكون 80 بالنسبه للادلتس، الكي في بيكون 80، الملي امبير سكند بيكون 100، الملي امبير 300 واحيانا 400 لو الحاله اوبيز معاك، ولو الجهاز مساعدك توصل ل 500 ملي امبير اوصل ل 500 ملي امبير، ولكن ده في الحالات الاوبيز جدا. تمام، انما في الحالات المتوسطه الكي في بتاعك بيكون 80، ملي امبير سكند 100، الملي امبير 300 مع استخدام الباقي، وده ضروري جدا. في الاطفال طبعا بتقل جامد بالعوامل دي، في الاطفال بتخلي الابدومن على كي في 55 ل 60، والملي امبير سكند بتكون حوالي 30 تمام او 40 بالكتير قوي يعني مع الاطفال، والملي امبير طبعا بتنزل بيها لحد 200 وممكن 100 مع الاطفال الصغيرين جدا. ماشي، لو هتعمل لمبر لاترال فبتعلى بالكي في لحد مثلا 90 او 100، والملي امبير سكند ممكن توصل بيه ل 120 و140 ملي امبير سكند. تمام، وبكده الحمد لله نكون خلصنا الاكس ري فاكتورز فور هول بادي، لكل الجسم بالكامل، كل البوزيشنز بكل حاجه، وعرفنا كل حاجه عن العوامل بتاعتي وايه المسؤول عن الاختراق وايه اللي مسؤول عن درجه سواد وبياض الصوره وجوده الصوره. وطبعا وكده الحمد لله نكون خلصنا كل فحوصات الاكس راي وعرفنا العوامل بتاعتها بشكل كويس. عندك طبعا الفيديو، عايز تحفظ الفيديو عندك، عايز تاخده سكرين شوتس معاك، عايز تكتبها بالورقه والقلم، ماشي، المهم انك تحفظها بشكل كويس وتفهمها، ما تحفظهاش بس، لا انت تفهمها. يعني لو جالك عيان، طبعا العوامل اللي احنا حاطينها دي ده رينج معين، لو جالك عيان اتخن شويه فبتدي له مثلا اعلى من كده بحاجات بسيطه، جالك عيان رفيع شويه بقى بتقلل العوامل حاجات بسيطه. مع الاطفال طبعا بنقل بالعوامل جامد انت ونظرك مع الطفل. يعني مثلا فلنفترض ان انا بعمل حاله كبيره مثلا بعمل لها فيمر مثلا، الفيمر بنشتغله على 60 مثلا او 60 30 او 60 25. تمام، فبنيجي بقى مع الاطفال، هو الطفل كله قد الفيمر مثلا او قد الركبه. تمام، فبالتالي بندي له عوامل ضعيفه جدا. لو انا هشتغل مثلا على ابدومن ولا حاجه، الابدومن كلها بتبقى زي مثلا الركبه مثلا او الساق،
فبالتالي بديله عوامل صغيره، بديله مثلا الكي في بيكون 55، الملي امبير سكند بتاعي بيكون مثلا زي الصاق كده مثلا 15 او 20، فبتبقى حلوه جدا. تمام، فانت خلي بالك من الاطفال، حاول تقلل لهم العوامل على قد ما تقدر. وكده الحمد لله نكون خلصنا الاكس ري فاكتورز فور اول بودي بشكل كامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.